أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة الجديدة من حديث المنتصف نناقش الوضع الميداني في تعز مع محاولات المقاومة والجيش الوطني التصدي للهجمات المتكررة للحوثيين وقوات صالح ومحاولتهم قطع الطريق بين تعز وعدن، بالإضافة إلى تناول حادثة الأمس التي استشهد فيها وأصيب عدد من الزملاء المصورين والصحفيين في جبهة الضباب من خلال قنصهم من قبل ميليشيات الحوثيين وصالح. وفي الموضوع الآخر من الحلقة نناقش خلفية تهجير اليهود اليمنيين إلى إسرائيل مؤخرا وكيف تمت العملية وما هي الصفقة التي أجراها الحوثيون مع الأمريكان والإسرائيليين، ولماذا يعكف الإماميون على تهجير اليهود من أرضهم منذ عام 48 وحتى الآن. تمكنت المقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني من تطهير منطقتي حدائق الصالح وتلة الخزان في مدينة تعز بعد ساعات من سيطرة الميليشيات عليها، فيما تتقدم المقاومة حاليا للسيطرة على منطقة تلة الكامل لتأمين الطريق الذي يربط مدينة تعز بمدينة عدن، فيما تشهد جبهة ضباب غربية مدينة تعز معارك عنيفة بعد هجوم شنته المقاومة الشعبية والجيش الوطني لصد تسلل ميليشيا الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع. وتسعى الميليشيا وقوات المخلوع إلى استعادة المناطق التي فقدتها وقطع الطريق على قوات المقاومة والجيش الوطني غرب المدينة، وذلك بهدف إعادة إحكام حصارها الذي فرضته على المدينة لمدة 10 أشهر قبل أن تتمكن المقاومة من فكه. مشاهدينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول ما الذي يجري ميدانيا في مدينة تعز وعسكريا أيضا، ينضم إلينا الناطق باسم المقاومة الشعبية في مدينة تعز محمد الحميري. مرحبا فيك سيد محمد. أهلا وسهلا أخي العزيز. واللي يجري في تعز هو يعني حرب شعواء تشنها الميليشيات الانقلابية على كل المواقع وعلى المدنيين. عندما تهزم في أي موقع عسكري هي تستعيض بالقصف العشوائي على المدنيين، وكما تشاهدون وأيضا هي تحاول قدر المستطاع أن تعيد تعز إلى الحصار مرة أخرى، وتريد أن تذهب إلى الحوار، وقد حاصرت تعز لتستخدم تعز ورقة لإملاء شروطها، وهذا ما هو حاصل الآن بهذا الهجوم الشرس. نعم. الذي تقدم فيه الآلاف ويموت من عناصرها المئات ولكنها لا تضع له حساب. هذا الهجوم الشرس الذي هذا الهجوم الشرس الذي تحدثت عن أين يتركز بالتحديد، هل في جبهة الضباب أم أيضا هناك مواجهات في الجبهة الشرقية؟ لكن بداية دعنا نسلط الضوء على جبهة الضباب، ما هي التفاصيل؟ أخي جبهة الضباب هي يعني الآن هي همهم الأكبر، بالإضافة إلى المطار القديم ومحاولة استعادة موقع اللواء 35 والمواقع الاستراتيجية التي افتقدتها. المواقع تدور حول حدائق اللاصالح وأيضا في المواقع النقاية والمقبابة والكثير من، وهي يعني كرا وفر بينها وبين المقاومة نتيجة لعدم وجود السلاح الثقيل الذي يمكن المقاومة من دحر هذا العدو نهائيا. ونحن بحاجة أيضا إلى ضرب طرق إمداد العدو، هذا الجانب الأهم الذي يجب أن يكون ولا يترك أن يستمروا آمنين في الطرق حتى يصلوا إلى خط التماس. فالمعارك تدور. وكان هناك توقف للطيران اليوم، ضرب الطيران عليهم بمواقع وفي يعني أهداف دقيقة، والمقاومة تقدم تضحيات كبيرة، وكما شاهدت بالأمس كل قادة المقاومة متواجدون ولا أساس لمن يشيعون من مطابخ عفاش بأن هناك أكثر جبهة موحدة في اليمن هي جبهة تعز، ولكن ينقصها المدد الذي نحمل الحكومة والمسؤولين. نعم. أن يدعموها وأن لا يخذلوها بأي حال من الأحوال. إذن لماذا تأخر المدد للمقاومة الشعبية في الجبهات، خاصة وهم يعرفون أيضا بأن أي تساهل أو عدم دعم سريع للمقاومة قد ربما تخسر المقاومة المناطق التي كسبتها ويعود الحوثيون مجددا؟
أخي الخصم يبدو أنه يفهم ماذا تعني تعز وما يعني السيطرة على تعز أكثر من حكومة بحاح وأكثر من المسؤولين وأكثر من يعنيهم دعم تعز، ولذلك يتأخر الدعم. شاهدت بالأمس المقاتلين يمشون حفاح، كنا نطالب لهم بدبابات ومدرعات، واليوم نطالبهم بأحذية تقي أقدامهم من الأحجار وتسهل عليهم التحرك، وهذه للأسف مؤلمة. ومع ذلك الجبهة متقدمة، ونطمنكم الرجال ثابتون والقتال شرس، وقد عقدوا العزم على إما الحياة كريمة وإما الاستشهاد، وها هم بالأمس رأيت قدموا خيرة شبابهم. نعم. ابن الشهيد ابن الشيخ عارف جامل نائب قائد المقاومة الشعبية والمصور محمد اليمني وغيرهم، كل من خيرة شبابنا، نحن شهداءنا دكاترة مهندسين أطباء، بينما قتلاهم أناس. نعم. لا يفقهون شروط الوضوء. لكن سيد محمد، ماذا لو سيطر الحوثيون مجددا على المنطقة الرابطة بين تعز وعدن في جبهة الضباب، ما هي المخاطر جراء حدوث ذلك؟ المخاطر هي أن تعيد تعز إلى الحصار، تعيدهم إلى التجويع، تعيدهم إلى المعاناة، تعيدهم، وهي لعنة ستكون على حكومتنا وعلى المسؤولين. ولكن يعني لم تستسلم تعز، تعز هي التي حطمت مشروع الإمامة في 62 وما قبلها وما بعدها. نعم. وحطمت يعني سلبت السلطة والملك من صالح، وها هي ستقضي على كل مشاريعهم الصغيرة ولم تستسلم مهما كانت العقبات، ولكن الكلفة سترتفع. نعم، يعني بتركيز أكثر وتسليط الضوء أكثر على جبهة الضباب لأهميتها ولحاجة أيضا المقاومة إلى دعم سريع في هذه الجبهة. سيد محمد، ما هي المناطق التي يتمركز فيها الحوثيون وهي بالقرب من جبهة الضباب ويحاولون منها أن يسيطروا مجددا على الطريق الواصل بين تعز وعدن؟ أخي الطريق الفاصل، طريق الإسفلتية، تكون الآن هي الفاصل بين رجال المقاومة والجيش الشرعية وما بين الانقلابيين، والخط أصبح في مرمى النيران من الطرفين. نعم، يعني هل هناك مناطق محددة لو تذكر لنا أيضا بالاسم ما هي المناطق التي يتواجد فيها المقبابة والخزان و نعم النقهاية، هذه يعني المقاومة تدحرهم منها ويعودون أيضا، وهي سجال بينهم وبين المقاومة. نعم، إذا ما الذي تحتاجه المقاومة بالتحديد لتؤمن هذه المنطقة بالكامل؟ حدائق لا صالح، فهي مرمى نيران للطرفين. ما زالت المواجهات هناك في حدائق الصالح؟ المرمى النيران بعيد وليست في داخلها، يعني هي تحت قواتنا، قوات الشرعية والممثلة بالمقاومة والجيش الشرعية. نعم. مسيطرين على تبة الصالح وليس هناك بداخلها أحد، لا هؤلاء ولا هؤلاء. إذن ما الذي تحتاجه المقاومة وأيضا الجيش الوطني لتأمين الخط الفاصل وأيضا لتأمين مواقعها الموجودة في جبهة الضباب؟ قليلا من الدعم ومن السلاح الذي يعطوه للجبهات الأخرى يعطوه لتعز، ولو 10% ولو نصيب يعني أم السدس، ولو نصيب قليل من 20 دبابة مصفحة، قليل من المدافع. يعني لا نطلب المستحيل، بل لكن نطلب الحد الأدنى، ولدينا رجال يقذفون بأنفسهم وسط النيران. هناك أيضا في الجبهة الشرقية أنباء تتحدث عن وجود معارك، ما طبيعة هذه المعارك سيد محمد؟ هناك معارك، هناك قصف من سفيتيل على الأحياء المدنية، وهناك أيضا حول القصر الجمهوري، هناك من معارك الستين ضارية، وهناك أيضا في قصف من المطار نحو المدينة. نحن مع عدو يعتبر الحجر والشجر خصمه، يعتبر الأطفال مقاتلين، يعتبر النساء هدف، يعتبر كل شيء هدف لا قيم له، فنحن نواجهه في كل المحاور، ولكن هو يركز حاليا بالدرجة الأولى لقطع الإمداد، لأنه هو مسيطر من درجة على طريق الممتدة إلى صنعاء، ولكنه يريد أن يقطع هذا الشريان الذي استعادته المقاومة الممثل بالضباب. نعم. إذا سيد محمد، ما فهمته منك. نعم. الآن أنه لا يوجد هناك دعم، ولم تصل أيضا هناك دعم للمقاومة الشعبية والجيش الوطني حتى الآن من الحكومة.
الدعم بمعنى الدعم يا أخي، يكفي أن تعرف حفظ شهور المقاومة والعسكريين لم يستلموا مرتبات من 5 شهور تقريبا. نعم. السلاح المطلوب، يعني هذه هم يخسروا مناطقهم عندما تنفذ عليهم الضخائر وتنفذ عليهم الإمكانيات، وهي شيء محزن جدا أن نجود بأرواحنا ولا تجود الحكومة علينا بأبسط ما واجبت عليها، رغم أن هناك أكثر من 120 مليون دولار دفعتها إحدى الشركات البترولية للحكومة. نعم. وهي واضعة عليها خطا أحمر، لو جادت بعشرة مليون لشراء أسلحة ثقيلة ومعدات وسلاح لداعش تحرر اليمن كلها، ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، وهذا تنبيه مهم جدا، أي أن الحكومة تقول عادة أنه لا يوجد هناك دعم كافي لدعم المقاومة الشعبية، والآن تقول أن هناك مبالغ بالإمكان أن يتم فيها دعم المقاومة. إذن أشكرك جزيل. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد محمد الحميري الناطق باسم المقاومة الشعبية لمدينة تعز، كنت ضيفنا في هذا الموضوع من الحلقة. مشاهدينا الكرام، مناقشة أيضا الموضوع الهام الآخر وهو استشهاد الصحفي محمد اليمني، وأيضا استهداف الصحفيين في مدينة تعز ومدن أخرى، وأيضا انتهاكات ضد الصحفيين من قبل الحوثيين، سنناقشها أيضا في المحور أو الموضوع الثاني من هذه الحلقة بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا.